بعد فوز إيطاليا بكأس العالم 2006 بعد 3 سنوات من هذه البطولة، كان هناك بطولة كأس القارات في 2009. وفي مصر هنا دائما نتذكر المواجهة التاريخية بين منتخب مصر والمنتخب الإيطالي وفوز المنتخب المصري بهدف دون رد في هذه المواجهة، هدف لمحمد حمص اللاعب المصري. هل تتذكر هذه المواجهة؟ أتذكرها أتذكرها، ولكن مر كثير من الوقت. ولكن على أي حال مصر كان مصر كانت فريق قوي جدا جدا في ذلك الوقت، وكانت في هذا الوقت في جميع البطولات في مصر. في مصر يوجد لاعبين بيلعبون في إيطاليا في الماضي زي محمد صلاح، موجود كان موجود في الدوري الإيطالي. بالنسبة لي هو لاعب من الدرجة الأولى، لاعب من الطراز الأول. محمد صلاح دائما في مصر نقول أن تحوله الاحترافي وتحوله في هذا المستوى العظيم كان تحديدا من الدوري الإيطالي، وتحديدا مع فريق إيس روما ومدربه سباليتي اللي هو المدير الفني الحالي للمنتخب الإيطالي. رأيك في مسيرة محمد صلاح اللي ربما تكون بدأت بشكل حقيقي من الدوري الإيطالي؟ لما كان في فيورنتينا أو في روما كان واضح جدا أنه هو لاعب مهم جدا، كان لديه الموتور والعقل المدبر للفريق، وكان سريع جدا جدا، وكان له العقل المفكر، وكان له تكتيك رائع من ناحية اليسارية. ولكن هو استطاع أن يسجل كثير وعديد من الأهداف، وأصبح في ذلك الوقت لاعب مشهور ولاعب دولي مشهور جدا. سريع ذكي، مقاومات عالية جدا، وبتعمل اجوان. لازم تكون مشهور جدا جدا، ولازم تكون من احد اللاعبين القلائل على مستوى العالم. ولازم طبعا نقول ان انت تبقى موجود دايما في تاريخ الدوريات الاوروبية كلها. طيب فيكتور أوسيمين حاليا موجود في الدوري الإيطالي مع فريق نابولي، صلاح موجود في ليفربول الإنجليزي. لو سألتك مين فيهم يستحق لقب أفضل لاعب في القارة الأفريقية؟ أعتقد صلاح. كريستيان زكاردو لاعب منتخب إيطاليا ونادي ميلان متوج بكأس العالم 2006. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار.